كنبدا بالكلمه الخانيه نبدا بها السعداوي ان هذيك الكلمه تيتقالوا وما يتعاودوش. واسي حي راه ما خلينا حاجه قال قال الاشكاليات وقال الحلول قال قال الاشكاليه كامله لانه مربوط هو بالموضوع اكثر واحد عايش مع المربي عارف كل شيء الموضوع. حنا كاملين هنا اجل التطبيق ديال الثقافه الملكيه ديال التعليم الاولي كيعطيها واحد الاولويه كبيره. دابا المجهودات كاملين مديرين لا من طرف الجمعيات ولا من طرف الاكاديميه ولا من طرف الوزاره ومن طرف المتدخلين كاملين. الاشكال اللي عندنا دابا هي نبداو بالمؤثرات اللي مساكن كما قال السي حيون في الاول على بعض المربيات مازال ما سدوش المستحقات الماليه وكاين غياب الجمعيات تيبقى يشدو في طرونش مستندات خلص شهريا. كيما جبتي هاد المربيه تعطي مجهوده وتعطي اكثر من جهدها وهي مازال ما تخلصش على خمس شهور الشهور وكاين بعض المربيات تتنقلوا من منطقه لدوار لدوار. هذا الاشكال رقم واحد. كاين بعض القاعات والحجرات اللي لا تستحق انها تكون لا اقسام الاولى خصوصا اللي تزادوا الخانين الا مشينا للاقسام ديالهم تبقى انهم غير قسم كان فيه متلاشيه كذا تيقول له حبس نقادو ونديرو قسم ديال التعليم ديال التعليم الاول. نجيو للطامات الكبرى هي بعض اقصار الجمعيات المحليه واعطاء المجال للجمعيات الوطنيه اللي تعطيها امتيازات اكثر نفس الدوله تخدم. شوف نبدا نقول حنايا ان جمعيه محليه انا عارفه الساكنه ديالها الناس ديالها يعني عارفه الاولويات اللي كاينه قبل ماشي بحال الجمعيه اللي جايه تعطى الامتيازات اللي تعطوها المجال اللي قريب والمجال اللي بعيد تعطوها المجال كما قال السي حيون فلو قال كاين بعض الجمعيات كاينه شي 18 عضو جمعيه في فوران وكنا مشينا للمجال المؤسسه شاده تلقاها شاده غير هذا الشيء اللي قريب هذا الشيء اللي زوين ومقاد الباقي تعطي للجمعيات تقول لهم الله تكلف بهم. حنا تنتمنوا ان شاء الله انه يكون شي حل المربيات لان هما مثلا نقول انا غنجيهم كاين بعض المربيات اللي قراونا حنا ني ما كانش عندهم لا بكالوريا كان اقل من البكالوريا وكان عندهم تجربه وقراو اجيال واجيال. هذا اشكال تنتمنى تلقى لي الحل. و تيبقى عندنا واحد الاشكال اخر في المجال القروي بزاف ان الدراري الصغار تيلقاو الاشكاليه ديال التنقل خصوصا ايام الشتاء تلقى القسم ما تجيش الدراري الصغار كما قال الاخ واحد المتدخلين قبيله كون غير كانت التغذيه انا مثلا ما بين القيد التوقيت كونتيني خاطر يديرو مره السبع كونتيني وشكرا. قال الاستاذ اللي سبقني دابا هو في الحقيقه كاينه واحد المجموعه ديال الحوايج كاتبين لا من طرف الجهه التمعنيه ولا من طرف جمعيات المجتمع المدني ومن طرف الجماعه الترابيه ويجب ان لا نبخسها ما خصناش نبخسوها كاينه مجهودات كذا تيخصنا نعرفوها ونزيدوا نعملوا على تطويرها. جهه بني ملا الخنيفره عدد الجماعات 135 منها 119 قرويه باش نعرفوا هنا هذا الفاكتور هذا ديال الريرا راه في جهه بني ملا الخنيفره اللي بيزو راه عنده ان بوان وهذه الجماعات القرويه الاخوات والاخوه اللي كاينين يطغى عليها العالم الجبل وبالتالي منتشره الهشاشه. اذا حنا اليوم امام واحد الطلب واحد الخصص كثير وهذا الشيء راه غيلبسوا الاخوه الرؤساء الجماعات المحليه فيما يخص التدبير لان حنا اليوم راه سهله باش نقول تعميم المناح راه سهله باش نقولها ولكن راه ملي تنجلسوا الارض ونشوفوا يعني هذا الشيء راه كيمشي من الميزانيه ديال الدوله راه ماشي هذا الشيء من ولا يعطي المنحه ولا غاس مدير الاكاديمي يعمم ولا يقلل ولا لا لا ما كما حتى واحد ما عنده دخل في هذا الشيء راه كتجي الميزانيه عين لو كان اللي يمكن يتحاسبوا عليه الناس اللي قابضين المسؤوليه هو لا بون جيستيون ولا غوفرنونس ديال داك الشيء اللي كاين. اذا بمعنى حنا اليوم امام اكراهات هيكليه كاينه في الانفراستركتور ديال بني ملا الخنيفره كيفاش خصنا كاملين نتعاونوا هاد الناس اللي كاينين هنا بور سيرمونتي هاد لي ديفيكولتي اللي كاينين. اذا اللي يمكن نقولوا هو خاص كل واحد يجتهد في اطار الاختصاص ديالو. الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين يعني كتجتهد في عقد وابرام شراكات سواء على المستوى الاقليمي المحلي الجهوي الوطني. وغادي نتكلم انا على التعليم الاول. التعليم الاولي حنايا باش ديفلوبي لي كومبيتونس ديال الناس اللي كاينين اللي تيشتغلوا فيه المربيات والمربين راه دار تكوين
انا عندي العدد هنا ديال الناس اللي يستافدوا من التكوينات، الا بغيتوا نعطيكم عدد المربيات المستفاده الحاصله ديال 22 تنقول لكم جوسكو مو ديسمبر 1337 مربيه ومربي التكوين ديالها. اذا راه كاين تكوين وهذا التكوين خاصو تعطيه، خاصو لونكادغومون، وهذا لونكادغومون الاكاديميه دارت كونفونسيون مع بلجيكا وتنكونوا دابا مفتشين متخصصين في التعليم الاولي. اذا بمعنى الناس راه كتشتغل، اذا هذا الاشتغال اللي كتشتغل الاكاديميه الجهويه، وبغينا الاخوان في المجتمع المدني والجامعه الترابيه حتى هما يديروا ان افور، راهم تيديروا ان افور، ولكن راه الطلب كثير الاخوات والاخوان، راه كاين لو بوزوان. اذا بمعنى لك انت غادي بواحد الوتيره ديال 30 ضربه بجوج ولا ثلاثه وشوف واش توصل في الوقت ولا لا. اذا الجامعات الترابيه بحال مثلا هذه المساله ديال الاطعام، اننا نفكروا كاينين كاينين زورغانيزم نون غوفرنمونتو ومع الاخوان ديال الجمعيه ديال افوراك، راه كانوا تيعطيو واحد المجموعه ديال المواد الغذائيه. ونفكروا في هذا الشيء. اذا خاص كل واحد يدير ليفور قدر المستطاع ديالو باش كلنا نتعاونوا اننا نحلوا هذه المشكله. راه كاينه مشاكل في الاطعام، كاينه مشاكل في الداخليه، كاينه مشاكل في الترونسبور. البارح انا مع الجماعه ديال التكليف الاخوان هما معنا هنا، وجاو الناس كيطالبوا، راه نفس الطلب تيقدموا المواطن العادي، تيقول لك اسيدي شوف انا ما عندي باب نوكلو، ما عندي باش نركبو، قري ولا قرب، الا ما قريتيش راه في الدار. حلها من قلتي كيفاش غدير في هذه لا سيتياسيون؟ شكون اللي غادي يحلها؟ واش غتحلها الاكاديميه بوحدها، ولا تحلها الجماعه ديال تكلف، ولا تحلها ولا المجلس الاقليم؟ وخاص كل شيء يتدخل، خاص لانترفونسيون الخيرات ديال الجميع الاخوان، وما نبداوش يعني انا استحسنت الاخوان المداخلات، واحيي بعدا تنحيي بعدا هذا المجمع اللي كاين هنا بهذا لا ديفيرسيتي ديالو، وان هناك ناس بعدا تترتاح تقول هناك من يحمل هم، بعدا كاين من يحمل هم، ما كاين ما مسوقش لهذا الشيء. اذا كاين الناس اللي هاد الناس اللي حاملين الهم، بغيناهم يزيدوا يطوروا الاليات ديال الاشتغال ديالهم والتدخلات ديالهم والانخراط ديالهم باش يحلوا هذا المشكل هذا اللي هو ديال التربيه والتكوين اللي هو شان عام. كاينه هذيك المساله اللي تكلم عليها السي صالح ديال هذيك الفوارق، هذيك الفوارق اللي كاينه ما بين الوليدات هي اللي تكلمنا هذاك البروغرام، تعرف هذا الشيء علاش جبناه؟ هذا الشيء علاش جا في الوزاره؟ جا باش ان هذيك الجانبيه ديال التلميذ او لاسم واحد لو تكنيك ديالها هو ان هذوك الوليدات ملي ودابا وشوف وراه التجريب البروجي بيلوت راه دار فازيلات هو في الخدام، يعني مشينا للمنطقه ديال الهشاشه اللي غيكون فيها الماكسيموم دو ديسباريتي، وهو في الناس اليوم البروجي باش نعطيو الوجه الحقيقي للوزاره، باش ما نجيوش نديرو حنايا طرف في السونتر ديالنا ما عرفتش انا فين، ولكن غادي نديروه في المنطقه اللي فيها الهشاشه والخصاص باش الريفليتي ولا ليماج ريال داك لو ستيكت مينيموم كي ديسبونيبل في لو تيرا. هو كاين اليوم في تنات تيدار لو بروجي وغيدار التقييم ديالو ويوقفوا الناس على نقاط القوه ونقاط الضعف وكيفاش يمكن باش لا بغينا نفكروا في التعميم. حنا غنفكروا في التعميم على المستوى الاقليمي، عندنا تقريبا واحد 8000 استاذ على المستوى غادي نعموا، ولكن بعد التقييم لا تنوقفوا على النقاط ونعدلوا كذا ونزل البروغرام باش ما يبقاش هذا الفارق ما بين الوليدات اللي ما عمرهم دخلوا للتعليم الاول تيقرا معاه واحد القريه التعليم الاول، ما يمكنش يقولوا كيف كيف، والمصر غادي يطيح في الطريق. سي نورمال، المنطق الرياضي يمكن تيقول، اذا هذوك الوليدات اللي ما استفادوش من التعليم الاول خاصها دير لهم اون ميزانيمو، خاصها دير لهم اون ميزانيمو باش يقدوا ايوا الى 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 سلك الوقت مولي. ياك، شفتوا؟ واحد دابا هذا المسائل ديال الفوارق الاخوان في الجامعات الترابيه راه كاين ان بلون كاين ان بلون داكسيون لو بي تي اس، راه كاين لو بروغرام دو ريدكسيون دي ديسباريتي سوسيال اي تريتوريال راه مديور، وحنا تنشكروا الاخوان في الجامعه الترابيه وفي المجلس الجهوي اللي هازين هذا الهم، وراه تاسات واحد المجموعه ديال المدارس الجامعاتيه وبني بلا فريفراي وضربوا بها المثال وعلى المستوى الوطني اللي مشات في هذا المشروع هذا ديال تقليص الفوارق الاجتماعيه ودارت مشاريع في هذا المجال. إذا راه ما يمكنش، إذا اللي بغيت أنا الخلاصة اللي بغيت نقول الله يكثر خيركم هو أن خص الجميع يجب أن ينخرط من أجل هذه المصلحة العامة. وشكرا. شكرا سي حسن. قلت لي أن الجمعية هي خاصها تعاون وتكون وتدخل في هذا، راه الجمعية أستاذ اللي شاركت في تعميم وتطوير التعليم الأولي بجهة بني ملا الخنيفرة وتادلا أزيلال سابقا، راكم استاذ حيدتوها ولات جمعيات تتهبط لنا بالباراشيد من ناس ما عارفه لا دوار لا مدينه لا قبيله لا حتى حاجه.
جايه من الفوق ما عندهاش هذا كسميتو على مستوى، لان فاش نقول الجمعيه راه خاصني تكون عندي انا القاعده في الارض، خاص نكون انا موجود في الارض باش ممكن نعطي. انا تنعطي الجمعيات اللي تعطاتها اموال طائله، وتيجي الاخ حيون وتيقول لك المؤسسه على انها خدمات. المؤسسه راه باقا عندها مشاكل في افولان والمربيات ما تخلصوش يا استاذ. هذه سجلها الله يستعك، لان تكلمتي بثلاثه القبعات ديال المستشار الجماعي وديال الحزبي وديال النقابي عاد الجمعوي. يعني عفاك سير معايا انا بسميتو السي حسن، كيفاش بغيتي الجمعيات تخدم وحنا تنجيو مثلا غنجي انا مثلا لبني ملال تنعرفها مزيان وهي فاش تنشتغلو كجمعيه في التعليم الاولي، تنجيو في الالتقاء تنجيو تلقاو جمعيه هبطات من الباراشيد خدات 27 قسم مندمج بمؤسسات التعليم الاولي من اصل 33. هنا تيتطرح سؤال اخر، الاخوه ديال الجامعه الترابيه اللي تكلموا كاملين اللي تيشتغل معكم في الميدان هما الجمعيات المحليه، راكم ما تترافعوش علينا لان خليتونا وسط سميتو هاد الجمعيات هادو، خليتونا وسط هاد المعمعه ولينا خوانه ولينا شفاره ولينا حنا تناكلوا حق المربيات والمكونات وكذا، بينما استاذ الاكاديميه راه ما تتعطينا. يعني راك متبع مزيان انت تناخذوا دوك الدفوعات استاذي الكريم، فاش تجيو المديريات الاقليميه وتتقول لك التقارير هي علاش ما خديناش. يعني وانا عندي مشكل، راه كاينه الجمعيات اللي هي الله صعوبات السينيسيس ديالها، عرفتوا المشاكل تاع السينيسيس، والجمعيات كاملين تيخلصوا. يعني انا ما نقولوا واحد ثلاثه ولا اربعه هما اللي شي شويه ما كاملين نحاسبوا. هذه وحده، هذه مشات. بالنسبه استاذ كيفاش تقولوا التعليم الاولي غادي يتطور ويمشي وتنجيو حنا المليون محفظه؟ وهذا برنامج ديال صاحب الجلاله، يعني راه تيستافد منه الجميع. تنجيو تنحيدو التعليم الاولي منه، عرفتي بشحال تطلع لنا حنا المحفظه تاع التعليم الاولي؟ 120 درهم تاع الكتوبه، المقررات ب 11، شي المقررات يعني 11 اللي معتمده كامله 120 درهم، زيد 30 درهم ديال الادوات الا بغينا نحسبوا على ستيلو ودفتر وكذا، وهذه 30 درهم، المحفظه نديروا لهم حتى 60 درهم، ها 210 ديال الدراهم. منين بغى يجيبها الاب؟ انا مؤخرا طلعت لواحد القسم في اطار زياره تفقديه غادي في مهام اخرى، وطلعت شفت هذاك القسم. الدراري شحال هادو ما تيقراو؟ مازال ما عندهمش المقرر، لان الاباء ديالهم ما بغاوش يشريو. وعلاش؟ قال لك علاش؟ عزيز انا السي عثمان، راه واحد القضية الإنسان ما عمرو غادي ينسى من المرجعية الفكرية والثقافية والسوسيو اجتماعية ديالو. هادي هادي هذا، لأن السي عثمان حتى أنت ملي دخلتي دابا وانتقدتي عندك مرجعية، تنعرفو مرجعية السي عثمان وبعد التدخل ديالك. إذا راه هذيك القبعة راه ما يمكنش الواحد يخرج منها، واخا ما عرفتش ما يمكنش تهربي من جلدك. مزيان، هادي ملي هضرت على المؤسسة المغربية للتعليم اللغوي التعليم الأولي، قلت فا فلان لم أمجدها، غير قلت بالمقارنة نعرف واش تيطرا بني ملا، واش تيطرا في الفقيه مصالح، واش تيطرا في زيلان، كاينين مسائل فيها احتجاجات. حنا هادوك بعد هادوك المربيات ما عمرهم تشكاو، هادشي اللي قلت فقط. أما أنا واش مزيانة؟ لأن السي عثمان يقول لك الجديد العام الجاي غادي تولي لك هاد المؤسسة وزاكورة وحدة أخرى وكلشي، يمكن غادي يمشي للمقبرة ثلاثة اللي غادي يوليو زاكورة زائد النهض هذا وحدة أخرى، ثلاثة اللي غادي يبقاو في التعليم الأولي. هذا هو المشروع اللي جايين دابا باش يقتلوا هذوك ديال الميدان اللي كنتي عارفين توهم. بالنسبة للأخت ليلى، أنا واحد القضية قلت فيها على 300 طفل، ولكن في الأخر قلت بأنه
حنا غنطلبوا من القايد والمقدمين باش يجيبوا الناس، لان ماشي هذوك ولاد الاطفال اللي كاينين في الدوار راه باقي ناقصين. غير ملي فرحت نتاكم قلت هو شير، انا على الاقل عندي 179 بنت جات امها سمحت فيها وصيفتها ليا، هذا يفرح ويدلج الصدر فقط. اما راه باقي راه قلت خاصنا نوسعوا العرض وخاصنا السلطات تدخل باش هاد الناس يجسدوا والاجراءات ديال الالزاميه. كاينه قضيه اخرى ديال التعليم الاولي لا يؤثر على الحضيري ولا على هذا يؤثر، انا تنقول لك بلا ما ندخلوا في هذه المساله هذه. الحديث عن ايطاليا قلتي لي اش بغينا الفرنساويه يهضر غير بالعربية، ملي قلت راه من 3 سنين تيهضر بالفرنساوية، وقلت لها حنا ما عندنا ما نديرو بالفرنسية غير العربية، ولكن الوقت اللي كان تيهضر تيعطي نموذج من إيطاليا، راه إيطاليا ماشي هي الدول العربية، ماشي هي المغرب، ماشي هي آسيا. أنا تنقول لك راه الطفل في الإيطالي راه من كرش مو زايد عارف. وما حنايا راه دابا في البكالوريا، وراه قلتي مازالوا الأخطاء حتى في هذا هذا الشيء هذا، لانه نشوفوا بيناتنا هنايا ماشي هما اللي هي راه. ثم قلتي لا ان التعليم الاول غير ديال لا ماشي ديال لا. انا نعطيك مثال دابا، ها هما كاين جروب ديال المربيات تيروجوا واحد اللي تيقول لك عبارات بالفرنسيه يمكن يكونوا يستعملوها خلال الحصه الدراسيه مع الترجمه، يمسح اي فاس يفتح النف، ها هما تيروجوا المربيات يعني انه راه ماشي غير تيجيبهم يلعبوا، الى غير اللعب اللهم يبقى حدامهم. انا تقول لك كاين ما تيلعبوش الشريطه، كاين هو راه كاين واحد الجانب ديال الدعم النفسي وديال تنظم ريحياته وهذا وهذا. ثم باش مع الاستاذ ديال البنات، حنا ملي قلنا تقييم الطفله ولا نعطيو جوائز، كاين واحد معروف واحد ذات يقول لك من اجتهد واصاب اجرا ومن اجتهد واخطا له اجر واحد. حنا غنجربوا الا غتخلقنا مشكل ولا غدا يكونوا الاحتجاج غنوقفوا، ما كانش غنعطوا هاد الجائزه ما فيهاش باش ندعموا هاد الاطفال، هذا اجتهاد منا مبادره، الا ربحنا فيها راه ربحنا، خسرنا ولا كانت احتجاج ولا كانت مشاكل راه هذا غنوقفوا عند الحد. ومره اخرى تنشكر الاخوان واعتذر الله الا باقي تابع لي الطريق لازلان، واسمحي لي قطعت التدخلات ديالكم، ولكن هذا الشيء اللي بغيت نقول. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السوسيولوجي متكونة في شعبة المستعد الاجتماعي والتربوي إيديكاتيف. بداية أتقدم الشكر الجزيل لجمعية انطلاقة على هذه الندوة الغنية بما تحمله الكلمة من معنى، وأتقدم بالشكر لكل الجهات الداعمة للندوة وكذلك جل المتبخرين كل باسمه. نتيجة التدخل ديالي في مسألة الإلزامية في التعليم الأولي هي الفكرة في محلها، لكن قبل يجب توضيح للآباء أهمية التعليم الأولي والدراسة بصفة عامة لكي يكونوا سند ولو بقليل للأبناء. فمسألة الإلزامية تبقى شيء يمارس سلطة على الآباء، فبانتهاء تلك الإلزامية تنتهي زرع الرغبة في الآباء في الأبناء للدراسة. مثلا من قال السيد بأنه مثلا نقولوا ليه الا ما جبتيش ولدك للتعليم الاولي ما تاخذش الورقه الفلانيه، غيولي هذاك الاب كيجيب ولده على ود ديك الورقه ويصبح يتنفخ عليه وهو ما دارش في الرغبه ديال انه خاصو يقرا وضروري انه يقرا، ما يعطيش الحب ديال القرايه يصبح يتنفخ عليه يقول لي شي كلمه ماشي هي هذيك. والطفل هو نفسيه غيتاثر بالاب ديالو، اليوم تنفخ عليه بدا تنفخ عليه، نهار اخر يقدر بابو غيكرهه بانه يمشي يقرا ويتعلم. خاصنا نراجعوا هذه المساله كيف، خاصنا نديروا حملات تحسيسيه كتوضح القيمه ديال التعليم الاولي للاباء للاب والام، والقيمه باشياء اللي كتشجعهم ونقيسوهم بالقدر المعرفي ديالهم كاباء وكاسره. لدي التوصيات اللي هذه بديت بها لما نشعر ديال الحملات التحسيسيه للاباء. والمساله الاخرى عاوتاني فاش قلتي المساله ديال انه ممكن يكون، علاش نقولوا غير مربيات ممكن نقولوا مربيين، وقال لك راه الانثى بصفه عامه تكون الى لا ممكن حتى الرجل كيف بصفتي كنقرا في
اجون سوسيو ايديكاتيف معنا حتى ولاد وكنتكونوا وكنقراو على 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 هذه المساله وكتلقاهم يوما باحترافيه في الماتيرنيتي في السبيطار الكبير بواحد الشكل احسن من البنات. المساله لا تقيس وما كتقيسش بنت ولا ولد، كتقيس غير التكوين والطريقه كيفاش كيتكون لينا داك السيد ولا داك السيده وكيفاش كيقرا لينا، راه كيف ما ممكن ان تنجح فيها بنت غينجح فيها حتى ولد. و الضربه وعاوتاني قال لك المساله ديالها غير كيمشي غير كيلعب، لا توصيل المعلومه باللاعب، مثال الاغنيه ديال اغسل يدي الى غير ذلك. واحد ومن بينهم واحد الشيء اللي مازال في ذاكرتي لحد الان، انني حفظت وانا صغير وحفظت حروف الجر اغنيه من والى عن وعلى، وقات يومنا هذا بقات بديك الاغنيه ماشي بممارسه السلطه ديال الاستاذ ولا الاستاذه العليه كيفاش تحفظها ليا حفظت الاغنيه. اذا كاين اللي غيشوفها لعب ولكن ما كنشوفهاش لعب، وشكرا. بفرق معين بفرق خاصة في الوسط الأسري، مثلا بيرنشتاين أشار إلى أن عندما الطفل الذي ينتمي إلى البيئة التي يعني يكون فيها العلم ويكون فيها يعني مستوى عالي من ناحية المعيشية يستطيع أن يفك الشفرة ذلك الخطاب يعني الذي يتلقى في المدرسة، بالإضافة إلى ثقافة الألوان. الطفل الذي ينتمي إلى البيئة الغنية يستطيع أن يميز الألوان، هذه أمثلة بسيطة سقتها لكي نتعمق أكثر في هذا الصدد. أود أن أشير إلى إشارة أساسية فيما يخص التعليم الأولي. التعليم الأولي أكثر ما يدمر الطفل، بل أكثر من ذلك لا يبني لديه ذلك الحب أو لو بليزير دابخوند، هو ذلك المناخ السيكولوجي الموجود أثناء بناء التعلمات. وهذا المناخ السيكولوجي يبني على ثلاث أساسيات، فهو شبيه أيضا بالمناخ الأسري الموجود. إذا لم يكن المناخ الأسري مبني على ثلاث ركائز أساسية فهو مهدد بالإضمحلال. النقطة الأولى ألا وهي المتعة أو اللذة، هذا مناخ سيكولوجي، القواعد الأساسية في الحياة وتصلح أيضا مع الطفل. اللذة، عليه أن يتعلم كأنه يتناول الشوكولاتة، وكيف أن أعترف بماذا؟ بأفكاره، أن أعترف بأنه سيتطور، أن أعترف بأنه سيصبح قائدا ويشجعه، وبذلك تكون لديه ما يسمى لا موتيفاسيون ان اكسترانسيك. أنا كنوجه باش يتعلم. المعطى الثاني الذي هو المتعة ثم الأمن، فحينما أتحدث عن الأمن أي أن ذلك الطفل سيتعلم ويستشعر بأنه لن يتعرض إلى العنف بثلاثة، العنف بمظاهره الثلاثة، العنف الرمزي، العنف الجسدي، العنف الاجتماعي إلى آخره. إذا أن يستشعر أن يتعلم في بيئة فيها الأمن. ثم الركن الأخير اللي هو الأمان، لا سيرينيتي، يتعلم دون ان ميليو اديكوا سيرين، أنه يتعلم بأنه يستشعر جيد يتعلم وهو في راحة. يعني أن أتملك بأن المفاهيم الثلاثة على أساس أنني نبني معاه ذوك التعلمات في وسط مهم. الركن أكثر ما يدمر أيضا الطفل، خاصة وأننا نعيش في وسط معين، هو تلك المشاحنات العائلية تقتل لديه الدماغ والذهن. حينما يكون الأب غير مسؤولة والأم غير مسؤولة، التنافس وأنا ذاك نحصل على منتوج غير سوي. لذلك نتحدث، هناك بعض الكتب تتحدث النضج والإنضاج، النضج والإنضاج قبل ما نتزوج كيكونوا بعد تراكمات، قبل ما ندير تيكون عندي تراكمات. لأن لماذا عرفت الشيء؟ لأنه تلقينا واحد التكوين راسي مع الخبراء البلج، أشاروا لهذه المسائل واحد الطريقة اللي هي لا نلقي لها البال. من منا تعلم، من منا يستطيع أن يقول لي كيف تعلمي من ذاك الأب كيف يصرخ؟ راه تعلمتوها بلا ما تحسوا إذا كان الأب يصرخ. إذا من هذا خصني ذاك الوسط نحسنوا، فشتوا التوعية ديال الأب. الأب والأم خصهم واحد التوعية. المدرسة خص هذاك لاكتور اللي غيدير، هذاك الفاعل اللي غيدير التعليم الأولي، يبني على اللذة والأمن والأمان، ويحتضن هذاك الطفل ويتقرب ليه باش إذا كان شي خلل يصلح. وشكرا لكم على حسن الإنصات. شكرا.
باش نكون انا يعني عجل في التفاعل ديالي. سي عثمان، سي عثمان، سي عثمان، فاش قلت انا قبيله الكراجات ماشي قصد انني نبخس العمل ديال الجمعيات. انا كنت انا جمعوي قبل ما نكون لاكاسكاد بوليتيك، جمعوي غير هو تنقول توحيد الجهود وتوحيد الرؤى. راه دابا الاخ طرح المشكل ديال المسار، ستا بروبليم. هادوك هذاك التعليم الاولي المهيكات الولوج المسار تو دو سويت، يعني مع الاكاديميه مع الام غاديه. هذاك التعليم الجمعيات ولا سميتو ستا بروبليم. وحاجه اخرى، فاش قصد الكراجه تنقول انا واحد 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 الاشخاص الذاتيين، واحد لو جون مسار ما يخدم مسكين، وهذا تيقول عنده ان سيرتان نيفو، خرج تيدير التعليم لا 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 النادي بهذا المصطلح النادي في الحي ديالو تيخدم. فهمتيني؟ هذا هو نوحدوا الجهود حتى في لي بروغرام، حتى في المسائل، باش نعرفوا بان ايفيكتيفمون عندنا واحد التعليم اولي مهيكل، حتى في الرقابه ديالو، حتى في البرامج ديالو. ثم القضيه ديال الاخت ليلى، القضيه ديال 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 اللعيب، اكيد فاش كنهضروا على التعليم الاولي كنهضروا على دي بيداغوجي، كاين دي بيداغوجي ديال ديال لوجو، كاين يعني مقاربات باش باش سميتو. ولكن هذوك المقاربات راه من اجل لاكيزيسيون ديال التعلمات. انا درت واحد المقاربه معينه اترافير دي زوتي ديال اللعب، راه غير باش ندير واحد الهدف، نوريها شنو هي البا، شنو هي التا، شنو هي الغي، شنو هي الشي، شنو هي بونجو، شنو هذاك الولد فاش كياخذ داك الشيء تي داك لاكيزيسيون كيستوعبها. فاش كيجي التحضير ديريكتومون تيلقى ان بروغرام ديال الدوله محطوط، فاش كيجي تيلقى اللي في الباتا ولا داك دوك لي لي برومو لافابي ولا لي برومو دينيسياليزاسيون ديجا عارفهم. في حين تيجي واحد ما عارفش هو كاع داك ديك لا بيداغوجي جو كاع ما شافها ما دار تيعرف حتى حاجه، ما تيواكبش، تيبقى بوش بي. ها كيفاش هادو منين نزلوا منين جيت انا؟ كاين فوارق هنا تيتخلقوا الفوارق. حتى داك المربي تيوحل، حتى داك المربي ولا ديك المربيه تيقول فوالا واش غنمشي انا مع هذا اللي ديجا غادي مزيان. بليتو داك الاستاذ ديال التعليم الابتدائي تيقول هذا اللي جاني من التعليم الاولي بيان استوي مزيان كاد، واش غنمشي معاه ولا نبدا مع هذا؟ في حين هنا ثاني موضوع اخر ديال كيفاش نتعاملوا مع هذه الفئه، وكيفاش نتعاملوا باش نقدروا نختصروا هذا الجسر ديال 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 سميتو. ثم القضيه ديال حالتني الاخت عتيقه، شكرا بعدا على المداخله ديالها على ود على ود القضيه ديال ديال الحزام الجمالي والقراوي. حنا فاش هنا الزوج هذه بين ملام خلي فرادا شحال شحال المدينة عندنا، خلي فرا عندنا بني ملال، عندنا خريب كاع، عندنا سميتو، عندنا تاد، عندنا زينة. واحد مقارنة مع الجهات الأخرى، حنا يغلب علينا الطابع الجبلي والقروي. الجهة ديالنا طابع قروي جبلي، خريف كاع بالمؤهلة ديالها وبالغنى ديالها الله يعاونها، الفقير بن صالح بنفشه. وهادو فاش كنقولوا المنح الممثل ديالنا راه خصنا نعطيهم لذوك الناس. راه هاد الفوارق وهاد المشاكل الاجتماعية اللي كنلقاو في المدن راه فيا من تما. راه فاش كنلقى مشكل التعمير عندي في الجامعة ديالي أن دي بروسيدير قاصحين، راه داك الدري كاين في واحد البيئة محافظة، نهار كيتزوج ما تيقدرش يجلس مع الوالدين ديالو في نفس السقف، خصو يهز رحيلو ومرتو يمشي للمدينة. فاش يجي للمدينة راه كيشارك الروسة وتيدير أومبينون، وهنا تيبانو المشاكل الاجتماعية. خصنا نعطيو العناية للمناطق الجبلية، ولا في المنح لا في التعليم لا في الصحة، كلشي جيد باش نشدو دوك الناس واحد الكرامه ديالهم، باش حتى المدينه نخليها دير تطلعات اخرى في اطار بناء مدن حضاريه في المستوى ديال المدن الاخرى. دونك باش ما نطول. الى جامعه سيدي جابر، دابا نتكلم كنتي مربيه، بعض الملاحظات. المهم اللي عامر، المهم سي عثمان تكلمتي على الثمن ديال الكتب، ماشي 120 درهم، 180 درهم. لا انا سالتك لا 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 واخا نقول لك بعض المقررات المهم اللي بعض المقررات ياك حتى مربيه تنشوف الكتوبه باش كنقريو، راه بعض المقررات كيعتمدوا غير على 6 ديال الكتوبه ديال 2400. هي متفقه معاك، الا جيتي تطلع على ديك الكتوبه ما فيهمش الحروف كاملين، ناقصينهم بعض الاشياء. الكتوبه اللي زادوا علاش ولات 3600 ريال، كاينين ما يسمى بالانشطه التكميليه، يعني تزادوا واحد جوج كتوبه على دوك 6 الكتوبه في الفرنسي وفي العربيه. دونك حنا تتولي المربيه مضطره انها تقري جوج حروف من هذا الكتاب، حرف من الانشطه التكميليه، جوج حروف من هنا، حرف من هنا. حتى
تتعكلك حتى في الجداده وفي بزاف ديال الاشياء. هادشي علاش هاد المؤشرات التكميليه علاش وصل الثمن 3600؟ مهم دويتي على الادوات المدرسيه. النقاش اللي هو نقاش جميل، الا وانه اللي بغيت ندخل فيه هو انه ندخل واحد النقطه اللي هو ما خصوش العمل، راه ديجا درنا هذا النقاش راه عمل جيد، واي جامعه انا نتحط من المنظور ديال الجامعه راه فاش خصنا ندخلوا في التعليم الاول. غتدخل الى تدخلنا المجال تدخل هي البنايه، الكهرباء، الماء، المرافق الصحيه، الشيء اللي ممكن ندخلوا فيه. ما هو البيداغوجي كيبقى له التخصص. هدف ما يخص، وكما قلنا هذه مسؤوليه مشتركه، يعني مشتركه ما بين الجميع، من كما قال الاستاذ هذا التعليم الاولي، يعني من الاسره، من الام ديالو، من اللي يلاه هذيك اللي شدات تعرضت ليه باش يلاه تولد، حتى يوصل سميتو، يعني مسؤوليه ديال الاسره، فعلا الفاعل السياسي، المؤسسات، الجمعيات، كل واحد خاصو يقوم بالدور ديالو. راه كما قلنا راه الا ما كاينش واحد ذاك الانخراط التام ديال الجميع، ديال نحن كجهه كل من منظوره كل من منبره، راه ما يمكنناش نوصلوا. وانه اللي هو الاهل الهدف الاسمى هو ان لا نرخص الاعمال، هو انه نبداو نديروا التقييم ونزيدوا لقدام. بيان سور لا بد من الاخطاء، لا بد من عراقيل، لا بد من سميتو، الا وانه من اجل وصول الاهداف نقيموا المراحل ونزيدوا لقدام. كان الاجتماع الاول وصلنا لهذا الاجتماع، باقي الاجتماع ان شاء الله الجايين النقاشات غادي يدوروا، واللي بغينا هو كله يعني نتفرقوا هنا وكل واحد يناضل من جهته باش انه ذاك الطب الصغير سواء في الاعالي الجوا سواء في المدن الى وصل واحد المستوى نزيدوا نطوروا يوصلوا لمستوى اخر. كلنا من منظوري وشكرا للجميع. انا نعطي يعني ما داكشي اللي كاين في الواقع على ارض الواقع اللي معروف هو ان الاحداث ديال الوحدات ديال التعليم الاولي عنده علاقه بالوعاء العقاري. دابا خاص الناس يستحضروا هادشي باش ما بغاوش الناس يعموا، راه ما تلقاش فين واخا تخص ميزانيه تيكون المشكل ديال الوعاء العقاري. اذا لهذا فاللي يمكن نقولوا للاخوان في الجامعه الترابيه وهذا يعني في ذاك لو بلون تيدار دو ديفلوبمون بحق خص يكون على المدى المتوسط والقريب والبعيد. واش انت دابا حتى تكون عاد تينبت لك دوار خاصك تعرفوا المشاكل اللي تتخبط لها ولا المديريات الاقليميه التابعه لها. انت بين عشيه وضحاها يصبح دوار سكن عشوائي خاصو حق التعليم. اذا وفين هو التخطيط؟ كيفاش غادي انت تتخطط؟ اذا لهذا انا كنطلب يعني يزيد مثلا نشر هذه الثقافه ديال التخطيط. راه الناس اللي داروا البلانيفيكاسيون ما داروهاش عشوائيه، تديروا البلانيفيكاسيون ويكون داك الشيء واضح وعارفين كل واحد كل جماعه خاصو يكون عنده من هنا عارف في 2040 كي غتكون هذه الجماعه، ماشي عام من هنا لحد الولايه ديالو. خصو يعرف لو ديفونير ديال لا كومين وكيفاش تعالج المشاكل ديال التعليم وديال الصحه وهذا وهذا. كاينه واحد المساله الله يكثر خيركم ديال الاستفاده من مليون محفظه وهذا، الاخوان راه عارفين مليون محفظه هذا دار في العام هذا ما بقاتش عندنا حنا. واذا حنا هو الاخوان اللي كاينين في المجالس وعندهم التمثيليه هم اولى للدفاع عن هذا، نحن نفيد ونستخدم. اذا يدافعوا على المنح، راه المنح ما تنوزعوهاش حنايا، المنح حتى تما في العمل، هو دافعوا قولوا نقصوا خريطه وزيدوا 2 ملايين ونقصوا الوزيره ونزيدوا كذا. ودابا باش تكون الامور واضحه ونعرفوا حنا خصنا هذا الشيء كاع نتعاونوا، حنا تنقولوا هذا الشيء في التوصيات ديالنا. تنقولوا بان راه خاص ازلا مثلا حصه العسل ويليها مثلا بريم، هذه مناطق جبليه راه مناطق سهليه يمكن لك دير طونسبور وكذا وتنقل الوليدات وتديو، ولكن الجبل راه ما عندكش، الحل الوحيد هو المدارس الجماعاتيه، دور الطالبه كذا ودخل معنا سميتو ويشوفوا الاخوان يوسعوا القاعده ديال الانخراط. كاين المساله اللي قال الاستاذ ديال تبويب الميزانيه، هذه غادي نوصلوا للمصلحه المختصه، تبويب الميزانيه ديال الجمعيات الفاعله في مجال يعني ديال التعليم الاولي، والمساله ديال الانتقاء راه كاين نصوص قانونيه ديال الانتقاء، راه ما يمكنش. دابا حنا قلنا الاخوان بغا يديروا واحد العمل وشافوا الجماعات اللي هي تتخدم وعندها في البرنامج ديالها، وراه ما يمكنلكش تعطي التعليم الاولي واحد ما عمره خدم فيه. دابا هذوك الوليدات الشعبين واش حنا تنفرقوا هنا الريع ولا شنو؟ واش نصيفطوا الوليدات الضحايا نعطيهم الجمعيه ما عندها تجربه؟ اذا لهذه يمكن، ولكن يمكن الناس يبلوروا شي تصور وترفع الجهات المعنيه ونديروا سميتو. اذا